بيرجع دفع خلفي. شوف ما انا جاي قلت لك اخذت رد اخذت رد جميله رحمت. السيارة ابو يوسف مالك الا الربع يا ابو يوسف. طبعا ابو يوسف عنده العكس الامامي انكسر. اعطوه انا واير نهج الاجداد. هذا تبغى والله قسما بالله من نتلة واحدة. ايش هذا كله؟ سلك شاحن يكفي؟ سلك شاحن يكفي؟ شوف 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 يبي يرجع دفع خلفي. شوف شوف دحين ايش يقول؟ يقول انا ما نسبت. آه كم نسبت؟ ها؟ ما نسبت جاي قلت لك. تعال تعال حبيبي الخضر النقل البضايع والله. تعال ابى اسالك سؤال بالله. هذا الحبل حق ايش؟ اخذت رد؟ اخذت رد؟ وانا اقول الفلوس هذه وجهك صار اسود مع الشمس. ما شاء الله. ما انت منسم؟ ها لا 30 هذه كذا 30. اوكي صح الشاحنات لازم تنفخ فوق 70 نسيت. يلا دخلنا جوا. يلا دبل تاير السبير. اي والله صح. شوف السبير صادق. ابو جميلة رجع رحمت. ها ايش سوى؟ ركب كلوت ترهيب كانت سلك. يسوي نفسه مشغول. يسوي نفسه مشغول. يلا يلا دخلنا. يلا يلا بسم الله. من ضمن الفعاليات المسائية مساكم الله بالخير. ما شاء الله يا ابو دريكة. هذه من ضمن الفعاليات المسائية. المشكلة مسكين ماجد ما يدفن أحد ولما طاح أكلها الذيب. ماجد أيوة تمام عليك. تركي أنك طفيت اللمبات لأنها كانت فوجة الإضاءة للتصوير. ما شاء الله يا تركي. نو نو بيبي نو. في قدامه زي الطلعة. ما شاء الله يا تركي. شارك لكن السيارة هي مصدر الإضاءة عندنا. أبو محمد ماجد شغل الإيتراك لكن ما حيفيد لأنه السيارة على بطنها. بيتقدم تركي. أوه تركي
شوف الكفر الامامي كيف، شوف نص الشاشه، نص الشاشه انا نفسي افهم وش قاعد يسوي. حلو قاعد يفهم الدبل. والله عدمه وعدم نفسه. يا لطيف محمود، ابو محمد افقع لا يجيك دفن. ما حينفع يا تركي، في هنا قدامك كذا زي الطلعه زي الجبل، ما يمديك. مو جبل يعني، دحين يجيك واحد يقول لك وين الجبل؟ لا حبيبي، قصدي اقصد انه في طلعه يعني. كفو يا الوصخ. ماجد والابو محمد، وانا اشكرك على الفعاليات الجميله الليليه هذه. اي خلاص، جزاك الله خير، ما تقصري يا حبيبي. واو صدق الناس عنده قربعة. يلا يقول والله يسعدك يا ماجد، زين اسعدتني. اي اي والله ما شاء الله عليك ابدعتها. انت عندك مشكله هنا، شوف النزلة الأولى بعدين يجيك طلعة كذا تبة بسيطة هي اللي توقفك. صح، عندي كسرت. أنت كنت حتكسر هذا حقك الدراع، ضغطت عليه مرة. أوكي هو كذا يكون إيش صار؟ حفلة مسائية. انتهت تغطيتنا من هذا الموقع. استودعكم الله في أمانك. أصبر يمكن أعلق ثاني. ممكن اذا علق ثاني ساعات نكمل المقطع الجديد. يا غريبه ما حد جانا. يا ما بهم حيل بيلعبوا بلوت. علمنا فهمنا. طلعه وحفظ الدنيا والرجال مره طيب الله يهديه. ايش سوى؟ ايش سوى؟ اخترني اتعلمك. يلا يلا. نزل من السيارة. والله يا عيب كذا يشكك في قدراتك. يا ابو يوسف، ابو يوسف مالك الا الربع يا ابو يوسف. مالك الا الربع يا ابو يوسف، اسمع مني، مالك الا الربع يطلعك. مالك الا الربع يا ابو يوسف.
انه سوى شيء الحين. اي بس 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 يا اخي خليه. طبعا ابو يوسف عنده العكس الامامي انكسر وما عنده دبل. وين طاح؟ نقول يا اخوان انه هذا الواير مو مطاط حيكون صعب السحب، لكن اقول ما لك الا الربع او واير مين؟ واير مجد مدري وش اسمه نهج الاجداد. ايوه يلا ورينا ابو جيجي. مش فاهم والله، والله يا حافظ مش فاهم. اشوف الواير كويس. اشوف الواير غير الواير ما يصلح. ايه هذا الواير يا كيف؟ واير ايش؟ واير ايش؟ اعطوه انا واير نهج الاجداد. هذا تبغى واير نهج الاجداد؟ والله قسما بالله من نتله واحده. شوف معلق بالربع روح. وين الابرش؟ وين الابرش؟ معك واير نهج الاجداد؟ تعال يا ساهر تعال وريهم وايرات نهج الاجداد ايش تسوي. شوف وراي وراي وراي. تعال يا ابو جميل خذ واير نهج الاجداد تعال. واير نهج الاجداد يلا. ايش يا خوف تشكك في واير نهج الاجداد؟ ابو جميل اوكي، لكن واير نهج الاجداد ما تشكك فيه. اشوف ايش حتسوي فيه؟ ها؟ ايش حتسوي دحين؟ سلك شاحن يكفي؟ سلك شاحن يكفي؟ بس والله هذه مشكلة يا أخي. نعم. إلى متى نفضل نعلم فيكم كيف تسحبوا؟ إيش؟ لا 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 فك الحديدة فك الحديدة. يبي شو اسمه ذا؟ لا سمح الله لو فلت ولا شيء. أبو يوسف فك الحديدة من نفس الواير من نفس الواير فكها. أبو ساهر. ها؟ ثالثة ثابتة اليوم والله ثالث واحدة والله لازم نوجه. لا بس هو قال لي هذا اللي سوينا هذا اللي سوينا. وانت يا حبيبي 400 400 400 هذه خلي هذا معك عشان يسوي. انت حبيبي خلي معاك انت جيب خير. رجع لصاحبه الله يجزاك خير. امين وياك. هي قدم لا تنطوي من دحين والله تخلع وخلع. قدم كمان كمان يلا روح. شفت فرق الواير يا اخوان كيف فرق الواير؟ هذا ايش ايش تتعلم يا تركي من هذا الموضوع؟ الواير اهم شيء. فرق الواير احسن اهم شيء. الواير طبعا احنا اخلى بس يكون افضل. الله عليك الفتك. يلا هذا الواير الكفو يغطي على السواق الكويس الكويس احسن احسن. اي تعال خذ وايرك تعال. والله الواير ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف هو ابو جميل ما منه فايده. هذا كلام يا حبيبي. ودي الواير صاحبه ودي الواير صاحبه. شوف هذا وراي صابر وهذا النيسان اذا اجتمعت الله يكفيك شر الطيش. الله يكفيك شر الطيش. ليه يا اخي ليه الله يسامحك. قول لعمك ساهر شكرا على واير نهج الاجداد. لا يبي يحط الحديده حديد 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 خليه يركب لك اياها. يلا او كذا نقعد هنا من التغذيه. خلاص روح خلاص روح يقول لك فش خم الواير حينزل لك بعصايه. والله صادق والله يا مهني الكريم.